هذا رأس المختار ابن أبي عبيد الثقفي. قد تخثر الدم وجمد وتشقق بعض الجلد من حر الطريق، وما زالت عنه ملامحه القاسية حتى بعد ممات. خذوه، لا أطيق رؤية هاتين العينين المحمدقتين. أمر آخر يا أمير المؤمنين. قل. قد وقع مع الأسرى بين يدي الأمير مصعب زوجتا المختار، إحداهما وصفت المختار بالكذاب فأطلقت، والأخرى وصفت المختار بخير الأوصاف فسجنت، وينتظر سيدي مصعب إذنك بقتلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر أبناء الزبير لم يعد صعبا. نعم يا أمير المؤمنين، لم يعد صعبا، لكن أمر الروم يزداد خطورة، فالرسل من الشمال ينبئون بأخطار تهدد الديار، وما عدنا نحسب لها حسابا. ما الذي بلغك وتباطأت في إبلاغنا به؟ ما تباطأت يا أمير المؤمنين، إنما شغلنا عنه بغيره. الروم يتحركون من بيزنطة ويستغلون الفتن الداخلية في قلب بلاد الخلافة الإسلامية. نهادن الروم فهم يريدون المال، فندفعه لهم كمن يلقي بعظمة إلى كلب فيرهيه عنه. والجراجمة عصابات رجال الشمال، أخذوا يعيثون فسادا على حدود الدولة، وهؤلاء أمرهم ليس عسيرا، فالمال يغريهم بالكف، وإلا فقد يستجيب الإمبراطور البيزنطي جوستينيان فيبعدهم عن حدودنا إلى مكان آخر. يا أمير المؤمنين، ما كان لهؤلاء أن يجترئوا علينا لولا أن أمر الجهاد قد توقف. ما توقف، وقد آن الأوان لضرب ابني الزبير، مصعب في العراق، ثم التوجه إلى عبد الله في مكة، وبعد أن أنجز هذا ويتم القضاء عليهما سنتحول إلى الروم لنوقفهم عند حد. يا مولاي. دعني أتم يا خالد، لن نقوى على عدونا الخارجي قبل أن نقضي على أعداء الداخل ونوحد دولة الخلافة. عندها يفتح المجال الرحب لدعوة الجهاد ونسير الفتوح، لكن ليكن البدء بالتجهيز لقتال مصعب ثم أخيه عبد الله بن الزبير. أمه، أتبكين؟ ما الذي يبكيك؟ ما حال إليه أمر المسلمين، ومن قلبتما أنت وأخوك مصعب عليه. ما الذي يسوءك من أمر المسلمين ومن أمرنا؟ هذه الدماء المسفوكة وهذه الرؤوس المقطوعة. ألهذا تبكين؟ أترى يا عبد الله إن عيني قد شح بصرهما، لكنهما ما زالتا قادرتين على البكاء. نفسي فداهما. هذه القسوة التي انقلبتما إليها أنت وأخوك مصعب، قد كان أبوك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبي جدك الصديق يوصي الجند في الحرب بالرأفة. ألا تفصحين؟ كنت في طريق إليك فاستوقفني ابن صفوان، فشممت رائحة دم متخثر بين يديه وجلد متعفن. السلام عليك يا أمه. وعليك السلام يا ابن صفوان. ماذا تحمل؟ ما بعث مصعب إلى أمير المؤمنين، إنه رأس عدو الله الثقفي. ليس تشفيا، أما يسعدك انتصارنا على الكذاب المختار؟ لا يكون النصر على هذه الصورة، بل تحفظ الدماء وتصان الرؤوس فوق أبدانها كما أرادها خالقها. لا تتجبر يا عبد الله،
قد أرادك الله لخير المسلمين، ولا يكون منك إلا ما يرضي. كفكف يا أمه، لا أطيق رؤية دموعك هذه. ومن يكفكف دموع أمهات قتل المسلمين؟ منذ هذه اللحظة المشؤومة وأنا أتخيل رأسك مقطوعا، وهذا يفزعني. على رسلك يا أمه، على رسلك. وأرجو الله أن يمتني قبل أن أشهد شيئا من هذا. نرجو الله أن يطيل في عمرك لتردين إلى الصواب كلما اشتطت بنا نوازع النفس. هيا يا أمه. طلبتني يا مولاي. عجل. وأنا رهن أمر مولاي الأمير. لو كنت لما أحوجتني إلى استدعائك. قد بلغني ما أساني منك يا ابن زنباع. وما ذاك يا مولاي؟ أمر جندك. إنهم جندك يا مولاي. إن كانوا كذلك فسلطتك عليهم هي سلطتي عليهم، ولكني لا أرى منهم إلا استكانة وقعودا واستهانة بأمرك وأمري. ما وصل الأمر إلى هذا الحد يا مولاي؟ ربما لمست منهم بعض تقاعس. أتنتظر حتى يبلغ الأمر هذا الحد؟ اسمع يا ابن زنباع، إن لم تكن على قدر ما أوليناك به فدعه لغيرك أو أصرفه عنك. قد قربتك ووليتك، فليكن أمرك في جندك بقدر ما أسبغنا عليك من سلطان. يا مولاي لا أريد أن أسمع منك. فلتسمع مني. نحن نعد العدة لقتال مصعب بن الزبير في العراق. منتصر بإذن الله. أي جند هؤلاء سينصرونني؟ أقر يا مولاي أن الهمم تراخت في أيام السلم هذه. تراخت؟ تراخت؟ ليس السلام إلا استعدادا لحرب مقبلة، استعداد وإعداد يشد الهمم ويقوي العزائم يا ابن زنباع. سأكون ومن معي من جندك كما أردت يا مولاي. سأرصد هذا ليتيقن منه. سأفعل يا مولاي. أطال الله بقاء مولاي الأمير. هذا الأمر سيظل يعيرني. من أبلغه ذلك؟ أترى الحجاج طمعا وحسدا؟ لا، فكيف سيصل الحجاج إلى أمير المؤمنين دوني؟